في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. دي واصله لضرب النار يا جدعان. ربنا يستر. ايه يا جدعان ما تقلقوش. ده مش بوليس بره، ده التلفزيون. وقصة الناس دي كلها المظاهرات يا اختي قلب البلد. طب يا جماعه ما المظاهرات دي في التحرير، ايه اللي جابها هنا اكتوبر؟ يا لهوي، ده على كده ممكن البوليس يجي لنا لحد هنا. ده كمان ما فيش شبكه. وانا ما عنديش ارسال. وريني. اوبا، وهنا ما فيش شبكه. ما كان في شبكه امبارح. يا جدعان يا جدعان، ما هو لسه قاعدين في التلفزيون. مفيش تليفونات، قطعوا كل الاتصالات، مفيش انترنت، الدنيا كلها باظت في البلد وكله بيضرب في كله زي ما انتوا شايفين. يعني الدنيا بقت هابي نيو يير، ومن النهارده مفيش حكومه. انا الحكومه. بس الشهاده لله، يعني عملوا الصح، اعلنوا حاله الطوارئ مع ان الشرطه انسحبت. طوارئ؟ يعني ايه طوارئ؟ يعني يمنعوا اي حد اسمه طارق يمشي في الشارع. يا بنتي ولا ايش، عرفني ايه موضوع الطوارئ ده؟ انا قلقان جدا. يعني هنتحبس في البيت؟ هو الواحد مقص؟ بالعكس، انا شايف ان انسب وقت ننزل فيه هو دلوقتي. يا عم لؤي اتقل في قلبك، عايزنا ننزل مع العيال المتظاهره ونمسك بقى اعلام ويمين وشمال ونرسم على وشنا كمان علم مصر. يا عم ده انا ما عملتهاش في بطوله افريقيا، مالك؟ بمناسبة العالم دي، صحيح فكروني لما مصر كسبت في الماتش ده بتاع جنوب افريقيا، شفت عاملين ازاي؟ يا جدعان هو ده وقت تهريج؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. انا شايف ان انسب وقت ننزل فيه هو دلوقتي ونروح على البيك بوس ونحرق الشركه بتاعته ونجيب عليها عطيه. ما كفايه الفلوس اللي احنا اخدناها منه والفضيحه اللي احنا عملناها له. مش كفايه يا سوسو، مش كفايه. حياة أمك لحرق قلبك يا شاكر يا كلب. أنا وأنت وزمن طويل. الله، ده بيقول لك ياض كده مفيش شرطة في الشارع خالص، والجيش كمان لسه ما نزلش. دي بينها لعبتنا دلوقتي. يبقى إحنا لازم نجهز بقى. بقول لك يا غالي، بالمناسبة السعيدة دي ملاقيش معاك نص أحمر. نم لك ساعة انت، رايح رايح. قدر ما حصلش. هو في ايه ولا في ايه ده؟ كفاية. كفاية بقى يا لؤي. مفيش داعي يا اخويا نروح للشر برجلينا. ايه؟ ده الموضوع لسه مهديش. مش جايز يبقى البوليس هناك؟ بوليس مش بوليس، أنا ما يهمنيش. أنا هروح وهحرق الشركة دي، لازم أحرق قلبه. طب وليه ده كله؟ الله، ده احنا معانا فلوس تكفينا ولا 10 سنين قدام. تعال نروح ايتها بلد برا مصر، نبتدي حياة جديدة بأسماء جديدة، نعرف ناس جديدة. ايوه ايوه، ونتجوز في الحلال ونخلف عيال صغيرين رخمين يفضلوا يدوشونا ليل ونهار بعياطهم وقرفهم، مش كده؟ سوسو، انا فاهمك كويس قوي، فاهمك اكتر ما انت فاهمة نفسك. مش وقت الكلام ده خالص، الدنيا مقلوبه بره، لازم كل واحد ينفد بجلده، فاهمه ولا مش فاهمه؟ وحقي انا مش هسيبه. يا سلام، مش هتخرجي يا شيرو؟ انت عايزه تموتي نفسك ليه بس يا مامي؟ ما كل اصحابي نازلين ميدان التحرير. انا مش مستغنيه عنك يا مامي. يا مامي يا حبيبتي ما تخافيش، مش هيحصل حاجه. الله، مش جايز تجيكي يا حبيبتي طلقه طايشه ولا يحصل اي حاجه؟ انت مش شايفه اللي بيحصل ده؟ ما تخافيش يا روح، ما تخافيش، انا هوصلها لاصحابها بنفسي. يا فؤاد ما ينفعش، دي بنت، ما ينفعش تنزل ميدان التحرير، انت مش شايف اللي بيحصل بره؟ هو ايه اللي ما ينفعش؟ البنت عايزه تنزل تشارك يبقى تنزل تشارك. يا سيدي ما فيش شبكه للموبايل. مش مهم، ما انا هبقى معاها. ازاي يعني؟ اصل انا كمان نازل اشارك مع زمايلي اساتذه الجامعه. الله، لا ده جنان رسمي ودي مؤامره، وانتوا الاثنين مش هتخرجوا. ايه رايك بقى؟ ايه ده يا حبيبتي؟ فؤاد فؤاد شروت، اتصلي بقى يا حبيبتي. يا فؤاد خد بالك شروت. يا
انا هروح. هتروحي فين يا بنتي انت مجنونه؟ انت مش جايه معانا؟ انا هرجع للبيت تاني. بيت ايه اللي ترجعيه؟ انت ناسي ان في حظر. تعالي تعالي يلا. هقول لهم اي حاجه، ما انت عارف بسلك مع اي حد. ولما البلطجيه بقى يخطفوك وانت ماشيه في الشارع افرح انا بيكي؟ ما تقلقش عليا، خد بالك انت من نفسك، جايز ما اعرفش اشوفك تاني. هما واقفين ليه دول؟ طب يلا يا غالي. طيب يا عم جاي اهدى شويه. انت عايزه تسيبيني يا سوسو؟ بتفركشي معايا صح؟ كان نفسي افضل معاك بقيه عمري كله، بس اعمل ايه؟ عاوزه ابقى بني ادمه نظيفه عاديه زي بقيه الناس، مش عايزه اخرتي تبقى السجن ولا تبقى زي دينا. خد بالك انت من نفسك. بس بيفتكر يا سوس اللي انت اللي اخترتي. ها ما ترجعيش اندمي تاني. شيف باشا الشباب كلهم عند شركة شاكر علوان. حلو قوي قوي قوي، خليهم تحت عينيك وراقبهم كويس قوي، وإياك تعترضهم ولا تيجي جنبهم لحد ما أجيلك. لو اتحركوا خليك وراهم بهدوء، فهمني يا ابني؟ وأنا هتصرف وقوة أجيلك. العيال الموجودين قدام الشركة يا فندم. عيال مين؟ التشكيل العصابي بتاع 9 مللي يا فندم. 9 مللي يا شريف؟ 9 مللي ايه والبلد مولعه؟ يا فندم دي فرصه ان انا اقبض عليهم بعد ما عرفت مكانهم. ايوه وانت عايز ايه دلوقتي؟ محتاج قوه يا فندم عشان اقبض عليهم. انت مش عارف يا شريف؟ نص زمايلك ما جوش النهارده وبقيه القوات في الشارع. ايوه يا فندم، بس انا موجود وعايز اشوف شغلي، وكل اللي انا محتاجه قوه صغيره يا فندم. ايوه يا فندم تحت امرك. اشرب بيه، عبطنا على اتنين والتالت خلع منا. ماشي يا فندم ماشي، هتقوم ورايا. السلام عليكم. سلام يا شريف باشا. ازيك؟ سلام بيه. الحمد لله يا باشا. عايزك تستلم العيال دول لحد ما نروح لهم على النيابه بكره ان شاء الله. مين دول؟ ده صوت 9 مللي؟ هم يا سيدي، بس لسه ناقصين 3. هنقررهم النهارده ان شاء الله ونعرف اماكن العيال التانيين. والله كتر خيرك يا باشا انك شغال في الظروف دي، انت عارف طبعا اللي بيحصل في الاقسام التانيه دلوقتي. ايوه يا اسلام، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نشوف شغلنا. والله يا باشا ده في ظباط كتير قوي سابت موقعها وظباط اكتر استقالوا. ربنا يستر على البلد. ماشي يا باشا، نورت يا باشا. السلام عليكم. نورت يا باشا. خد يا ابني رنم دول دخلهم على الحبس. يلا. مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟
هاي مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هجموا على الشركة؟ وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاتة التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم وتنزلوا على التحرير، اضربوا العيال دي بالجزمة، سامع ولا لا؟ طلعوهم بره البلد. هم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تقلقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب، لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، أنا ماليش غيرك. تعال كده، تعال كده، وسع وسع، خلي فلوس معاهم. ولا في عامل ده هو في المهم غير غلابة زي أنا، أنا أعرف أتصرف معاهم. ولا في عامل ده هو انا عايز ايه غلبة اللي جوه؟ وسعنا خلينا نخش يا عم وسع. ماشي انا عارف انها مش هتيجي بالسوق. ماشي وسع نشفتوا دم من الخوف. ليه بس يا فريده؟ يعني يا فؤاد مش شايف اللي بيحصل في التحرير؟ ايوه يا روحي، ما احنا لسه جايين من هناك انا وشرويت. بقول لك ايه، احنا اتظاهرنا وهتفنا وعملنا كل اللي علينا، خلاص مفيش مظاهرات بعد كده، مفيش تحرير. ليه بس يا مامي؟ ده حتى بيقولوا ان هما بكره هيعملوا. مفيش بكره، مفيش بعد بكره، خلاص طالما مفيش شبكه نت ومفيش شبكه موبايل مفيش نزول للتحرير. ليه بس يا فريده؟ ما احنا كنا عايشين من 10 15 سنه ومفيش موبايلات وكنا عايشين عادي جدا. يا فؤاد الظروف ما كانتش زي دلوقتي، حرام عليكم والله العظيم نشف دمي، كنت هموت من الخوف، كنت خايفه في اي لحظه البلطجيه يجوا يكسروا الباب يسرقوني يقتلوني، حرام عليكم. خلاص خلاص يا حبيبتي، انا مش نازل مظاهرات تاني. انكل خلاص يا مامي، مفيش نزول تاني. يا نهار ابيض، انا مش قادره استنى، الباب مبقاش فيها بوليس، ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا عربيتي؟ يا نهار اسود، ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين اسمعي، تمنعوا الدراجات البخاريه من المرور. ده بيقولك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه وكل واحد ينزل يقف مع جيران. بقولك ايه، انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع الجيران؟ هو انت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف على الاقل، نحن عربياتنا ملعون ابو العربيات، ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعملي بس يا ياسمين، بلا تعمل بلا زيف، تفضل قاعد جنبي على اوامر عليا. انا اهم سياسي واضح. تعليمات جت لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا عربياتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. سيادتك يا فندم، أنا مش هسيب هنا لغاية الأمور ما تهدى تماما. وإحنا معاك يا فندم. لا أرجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وأنا لما أحتاج لكم هبقى أكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم. يلا شوف بيه. تمام يا فندم. تحت أمر سيادتك. الآن الرئيس مبارك يواجه موقفا غير مسبوق.
على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بابا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا إيهاب برضه؟ كل ده تأخير يا ابني من غير ما تقول لنا ولا تسيب لنا خبر. معلش يا ماما سامحيني. طب يا أخي كنت اتصل بينا بالتليفون طمنا عليك. يا بابا ما هي شبكة الموبايلات كانت واقعة. يا سلام، ما تليفون البيت أهو. معلش فاتتني دي. الأحداث كانت ماشية بسرعة رهيبة، الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم إن أنت بخير. الحمد لله. طول ما مصر بخير أنا بخير. بس مفيش نزول تاني. اديك شايف الضرب اللي في الشارع. مفيش نزول تاني يعني ايه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير. انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم، اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي. وهم بيغنوا في نفس واحد سلمية سلمية. ولا وقت الصلاة. كانوا مئات الالاف. وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد. كان جسم الواحد يقشعر. الله، فعلا مصر خدت خطوه لطريقها للتغيير. ده الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استأذنها تسرق مني؟ ده اللي احسن الكلمه ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت. اكيد طلعت. لا مش طلعت. أنا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو. سوسو بنت الكلب. نادي الأشكال اللي أنت ركبها عنا. وبعدين؟ أنا بأشفر. بكوحة تراب. أنا مفيش قدامي غير نروح عند أمي اليومين دول. مفيش قدامي غير نعمل كده. أمك؟ أمك إيه؟ أمك إيه؟ طب وأنا؟ والحكومة اللي بره؟ يا ابني هو في حكومة في البلد؟ أنت ما سمعتش إن الشرطة كلها انسحبت؟ يبقى أنا بقى هروح لياسمين. إزاي يعني؟ هتروح لها إزاي؟ ما إحنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا لا يا عم، دي لسه مراتي، أكيد وحشها يعني. و أنا عارف إنها تحبش تنام لوحدها. هتظبطني. هي سهام ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اصلها مش ناويه ترجع البيت النهارده. معقوله؟ طب هتبات فين؟ هتبات في ميدان التحرير مع المتظاهرين. ليه كده؟ اصلها خايفه تخرج لقبضوا عليها، فاضطرت بقى تجيب خيمه وتبات مع زمايلها في الميدان. يا مجنونه يا سهام. لا يا اختي انا مش حامل كده. انا كلمت امي في البلد النهارده بهدلتني عشان ما روحتش. انا مسافره بكره. انا كمان لازم اسافر، وخصوصا ان القعده هنا لوحدنا اصبحت خطر علينا جدا. وكمان ماما كلمتني في التليفون وقالت لي ان مش هيجي لها نوم لحد ما تشوفني قدام عينيها الصبح. ربنا يستر علينا وعلى البلد من النهارده لحد بكره. يا رب يا رب يا رانيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا غالي. على فين يا شباب؟ رايحين رايحين بيتنا بيتنا. طب وايه اللي جايبكم هنا؟ احنا واخدين شقة مفروشة هنا. شقة مفروشة؟ وايه بقى اللي مخليك واخد شقة مفروشة هنا مادام ليك بيوت تروح عليها؟ يا شيء هو تحقيق ولا ايه؟ مالك؟ ايه النمرة الغريبة دي؟ طب ممكن بطيقكم بقى؟ هو انا مش عارف بصراحة انت متعصب ليه يعني؟ احنا شباب زي بعضينا يعني، عيب تعلي صوتك. ما انا ممكن برضو اعلي صوتي ونخش في خناقة مع بعضينا. يا ابو الشباب على دماغنا من فوق، بس دي لجنة شعبية، احنا عاملينها عشان نوقف البلطجية والناس اللي هربت من السجون، عشان ما فيش حكومة. لا لا ما انت الراجل ده عامل الصح. لا انت صح. طب هو الشوارع كلها بقى يعني كل الشارع عامل برضو الصح؟ كله هيعمل معاك الصح. يعمل معانا ليه يا عم؟ احنا مش شمال. تمام يا عم، انت راجل صح والرجاله دي كلها صح الصح. طيب ماشي. احنا بص احنا نسينا نجيب حاجه من البيت، هنرجع نجيبها ونرجع لكم. لو عايزين حاجه قولوا لنا. احنا العماره هنا. لو في اي حاجه بس كلمه السر. ماشي. شمشمي ضاع. شمشمي ضاع. بقول لك ايه احنا مش هينفع، الدنيا كلها مقلوبه، احنا نرجع المكنه بتاعتنا. صح. وقدر ما حصلش. يلا. ايه ده؟ ده يا اخي القرف ده. امتى بقى الواحد يغور ويهرب من البلد دي؟ واحد قرف. تغور؟ تغور فين يا غالي؟ انت ايه هتغب بره وتسيبني ولا ايه؟ هروح لندن، هروح اعيش مع ابويا هناك. مش احسن من السواد اللي احنا لسه هنشوفه هنا؟ لندن ايه؟ لندن ايه يا خالتي؟
يا غالي قرع ونو زي منين؟ انت معكش كواسي اشفور. عندك حق بس معلش هنتصرف احنا بنغلب يعني مش كل مره تسلم الجرة. لسه موضوع التليفونات ده ما اتحلش ده مفيش موبايل شغال في البلد. شفت انا كشك كده واحنا بنجري في تليفون ارضي انا هطلع اتسحب كده خفافي خفافي اضرب مكالمه لياسمين هيتشنا. روح نالي خلي بالك على نفسك. ماجد ماجد طلع هربان لسه مكلمني في التليفون شكله هيجي على هنا. يجي على هنا يجي على هنا يهب بيه يجي على هنا يجي علشان يبلطج عليا اكيد هياخد مني فلوس. بس ايه ما تلاقيش يا حبيبتي ما تلاقيش وحده انا معاكي انا هعرف احميكي لو جه هنا انا هقطعها. انا خايفه اعمل حسابك انه اكيد هيجي على هنا انا عارفه ايه انا عارفه ماجد. حبيبتي ارجوكي اهدي اهدي ما تلاقيش سيبيني انا هعرف اتعامل معاك كويس. حبيبي أنا عندي حل عشان نخلص منه. إيه هو الحل ده؟ ندخله مصحة لعلاج الإدمان وندفع فلوس عشان ما يخرجش منها إلا لما مراته توافق. وأنا طبعًا مش هوافق. بس أنت مش مراته، أنت مرات أنا. يا سيدي نضرب ورقتين عرف كده أي كلام. وأنا هقول إن أنا مراته. بس كده كده تزوير. لخبطه بصراحه انا مش فاهمها يا ياسمين. هي الحكومه اصلا موجوده في البلد هو في حكومه علشان تفر كل اللي بيحصل؟ يا راجل كبر دماغك وسيب لي انا الموضوع ده بقى هظبطه لك كويس. اوكي ماشي بس انا كده لازم اجيب السلاح بتاعي ولازم كمان اكلم مجموعه من صحابي عشان نعرف نجهز له كويس. بس بكره وبدري عشان يجي وانت مش موجود وتبقى مصيبه. خش خش يا فوزي يا خرابي يا خرابي اول مره اسمع صوت ضرب نار. معقوله حتتنا يبقى فيها بلطجيه؟ لو حد جه هنا هنعمل ايه يا ابو ايهاب؟ العمل عمل ربنا. ما تخافوش يا جماعه والسلاح ده بيعمل ايه؟ ايه يا ايهاب؟ مسدس؟ ايوه يا ماما ما انت عارفه ان انا كنت بسافر كتير الايام اللي فاتت دي ولازم اكون متامن. يعني ده موجود في البيت وانا ما اعرفش؟ ايوه يا ماما انا بصراحه ما رضيتش اقول لك عشان ما تخافيش او تقلقي وبعدين بابا قال لي. بابا انت يا صلاح عارف ان ده موجود وما قلتليش؟ الصوت ده يكسف. خلاص خلاص يا جماعه يلا يلا خشوا جوه خشوا جوه. ابو طلعت قلبي كده يا اخويا واكلني ومش عارفه مالي خايفه كده ليه؟ خايفه من ايه يا وليه انت؟ خايفه من البلطجيه اللي بيقولوا عليهم اليومين دول اللي يجوا عندنا يا اخي. يا وليه يا خرفانه انت بلطجيه ايه اللي هيسيبوا الفلل والقصور والناس الاغنياء ويقول لنا احنا؟ طب ليه؟ كبري مخك بقى. حاضر. في ايه؟ ده مين اللي جاي لنا اخويا السعاده؟ إيه؟ والنبي يا اخويا ما تفتح الباب، الباب إيه؟ بيتك امان. طب اهدي بس انت يا وليه. مين؟ مين؟ حاضر. يا لهوي اخرسي يا ولية. حاضر حاضر اخرسي يا ولية. حاضر حاضر. في ايه يا ابني؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ مش دي شقة طالعة على النص؟ ايوه هي. طب اطلع بقى بيحش لي عندك بقى. ما عنديش. ايه؟ انت في الشقة اللي فوق في آخر دور أجيب لك المفتاح. Thank you.
اه يا حبيبتي معلش. هتسيبني في الظروف دي؟ انا خايفه يا حبيبتي. لازم اروح اجيب المسدس بتاعي انت عارفه، وبعدين لازم اكلم حد من صحابنا عشان يجونا على هنا. طب ما تخلي حد من اصحابك يجيب لك المسدس لغايه هنا بدل ما تنزل. ما ينفعش يا ماما، محدش يعرف مكانه غيري، وبعدين انت عارفه ان انا كنت عايش لوحدي، هبعت مين يجيبه يعني؟ طب ممكن ما تاخرش عليا عشان انا خايفه قوي. ما تقلقيش يا ماما ما تقلقيش، هي ساعه زمن بس مسافه السكه رايح جاي، ولو اي حاجه حصلت كلميني على التليفون الارضي هو معاكي. يلا باي باي يا حبيبتي. كأنك شفت عفريت. انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. اه انت مظاهرات بقى، ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده من جوه واجيلك على طول. ماشي. اه طب بقول لك ايه؟ انت اللي معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش. منين؟ اه ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم كتافك يعني من خيري، هو في جنبي، انا في محنه. Thank you.